السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمستمعين. معكم دكتور حمزة عبد الرحمن. اليوم هنتحدث على الجزء الثاني من الطفيليات المرضية. الجزء الأول تحدثنا عن البروتوزوا والأمراض مالتها، وهاليوم هنتحدث عن الهيلمنتس. الهيلمنت اللي هي الديدان الطفيلية. بهذا الدرس هنشوف شنو هاي الديدان الطفيلية، شنو تصنيفاتها، وشنو الصفات العامة مال الهيلمنتس. هسه نبدي الهيلمنتس اللي هي الديدان الطفيلية. الهيلمنتولوجي شنو؟ What is helminthology? Helminthology is the study of parasitic worms and their effects on their host. الهيلمنتولوجي هو علم الديدان، يعنى بدراسة الديدان الطفيلية وأيضا دراسة تأثيرها على الهوست، على المضاعف. Helminthic parasites, bilateral symmetrical animals having three layers. هي عبارة عن كائنات متعددة الخلايا وتحتوي على three layers and belongs to the kingdoms of Metazoa. Metazoa هي نفسها kingdom of Animalia. The term helminths, هسه مين اجي مصطلح الهيلمنتس؟ جاي من اللغة الإغريقية اللي هي اسمها helminths. Helminths يعني باللغة الإغريقية معناتها worm. Worm اللي هي الديدان. Originally referred to the intestinal worms. بالأصل أو بالبداية كانت ترمز إلى الديدان اللي تصيب الانتستاين أو تصيب الأمعاء الدقيقة. But now comprises many other worms, including tissue parasites, as well as many free-living species. وهسه حالياً تترمز على كل الديدان. Important features of helminths. هسه شنو الخصائص العامة للديدان الطفيلية أو helminths؟ Helminths have an outer protective covering, اسمه cuticle. هو بشكل عام أو يحتوي على غطاء قوي اسمه cuticle، يحمي الجسم. Which may be tough and armed with spines and hooks. وأيضا بعض الأحيان يكون مدعم بدعامات مثل الهوكس اللي هو الكلابات. The mouth may be provided with teeth or cutting plates. وبعض الأحيان الماوث الفم يكون مجهز بالأسنان والقواطع، وأيضا بعض الأحيان مجهز بالسكرز. السكرز اللي هي المصاد، والهوكس اللي هي الكلابات. No locomotion organs are present. ما تحتوي على أي وسيلة لا تحتوي على أي عضو للحركة. However, their motile activity is accomplished by muscular contractions and relaxations. وعلى كل حال إنه الحركة ما تكون عن طريق شنو؟ عن طريق التقلص والانبساط العضلي. Many helminths have a primitive nervous system. والكثير من الديدان تحتوي على جهاز عصبي بدائي. Helminths may be monoecious or dioecious. هاي المصطلحات كلش مهمة. Monoecious اللي هي الأحادية الجنس، يعني الفيميل والميل أورغانز، الأعضاء الذكرية والأنثوية موجودة بجسم واحد، يسموها monoecious. الدايشوس اللي هي تعتبر separated sex، يعني أكو الفيميل بجسم والميل بجسم آخر، فيسموها دايشوس. The eggs or larva are produced in numerous numbers as many as 20,000 or more per female per day. والبيوض واليرقات يوميا الإناث تفرز بما يقارب 200,000 بيضة ويرقة. Helminths differ from protozoan in their inability to multiply in the body of the host. فرق الهيلمنتس عن البروتوزوا انه الهيلمنتس ما تتكاثر داخل جسم الانسان او داخل الجسم المصاب، هتتكاثر دائما خارج الجسم المصاب. اما البروتوزوا فتتكاثر دائما داخل الجسم المصاب. Critical importance belong to the three classes. هاي جدا مهمه. الديدان الطفيليه المهمه طبيا هو تنتمي الى ثلاث اصناف، اللي هي نيماتودا، كريماتودا، and سيستودا. Two medical phyla of helminths are present، وايضا تحتوي على شعبتين phyla or phylum. اول واحده اللي هي بلاتي helminths يسموها flat worms اللي هي الديدان المسطحه، او
الفايلم الاخر اللي هو نيماتا هيلمنتس. البلاتي هيلمنتس يضم تو كلاسز، صنفين اللي هو السيستودا والتريماتودا اللي هسه تكلمنا عليها. وايضا النيماتا هيلمنتس ضم كلاس واحد اللي هو نيماتودا، اللي هو يعني المجموع مالتهم يصير 3 كلاسز او 3 اصناف. هاي الاصناف اخذناها كمقارنه، هاي المقارنه جدا مهمه. فاستستودا تريماتودا ان نيماتودا مقارناها على من خلال الشكل، من خلال الهيد اند نهايه الراس، من خلال الالمنتري كانال كافيتي تجاويف الجسم، والسكس اللي هو الجنس، واللايف سايكل اللي هي دوره الحياه. تنقارنهم على ضوء هذا المفردات. السيستودا الشيب مالته شلون تيب لايك سيجمنتد، هي عباره السيستودا هي عباره عن ديدان شريطيه، فتكون شنو تيب لايك يعني شكلها مثل الشريط. سيجمنتد اللي هي يصير قطع مقطعه. تريماتودا ليف لايك هي شكلها مثل الورقه. ان سيجمنتد غير مقطعه. نيماتودا الالونجيتد سيلندريكال اند ان سيجمنتد هي تصير مطولة ومخروطية وغير مقطعة. فبهذني الثلاثة بس السيستودا تعتبر سيجمنتد، ليش؟ لأن هي أصلاً شريطية فتكون مقطعة، بقية الأصناف غير مقطعة أن سيجمنتد. هيد أند سكر بريزنس، بالهيد موجود السكرز، موجود المصات. سم هاف اتاتشد هوكس، وبعضها تحتوي على الهوكس، هوكس اللي هي كلابات. بالنسبة للكريماتودا سكرز ار بريزنس بات نو هوكس، تحتوي على المصات، تحتوي على السكرز بس ما تحتوي على الهوكس، على الكلابات. النيماتودا هوكس اند سكرز ابسنس، ما تحتوي لا هوكس ولا سكرز. الالمنتري كانال، الالمنتري هي تعتبر النفق الغذائي. بالنسبة للسيستودا ابسنس ما تحتوي، والكريماتودا بريزنت بات انكمبليت نو انس. بالنسبة للكريماتودا موجود النفق هذا بس ما بي غير مكتمل، ما بي فتحة الشرج. والنيماتودا complete with anus، كامل حتى أيضا فتحة المخرج موجودة. body cavity تجاويف الجسم absence but inside is filled with spongy and differentiated cells، هو ما بي تجاويف جسم لكن بعضها أو موجود مثل خلايا الاسفنجية. بالنسبة لتريماتودا شكلها نفس ال body cavity of cystoda same as cystodes. نيماتودز اللي هي present and known as pseudocells، هي موجودة ال body cavity موجودة بالنيماتود لكن تسمى بالخلايا الكاذبة pseudocells. sex الجنس cystoda تحتوي أو تكون monoecious، ذكرنا سابقا monoecious يعني شنو؟ الميل والفيميل أورغانز are present in one organisms، الأعضاء الذكرية والأنثوية موجودة بجسم واحد، هاي يسموها مونيشيس. كريماتودا أيضا مونيشيس except شيسوسوما، ما عدا البلهارزية، البلهارزية تكون separated. بالنسبة لنيماتودا دايشيس، دايشيس اللي هي sex organs are present، يعني موجود الأنثى موجودة والذكر موجود على حدة. life cycle دورة الحياة بالسيستودا requires two hosts، تحتوي أو تحتاج إلى مضيفين. كريماتودا requires three hosts، تحتاج إلى ثلاث مضائف على تكمل دورة حياتها except شيسوسوما، أيضا ما عدا البلهارزية اللي تحتاج two hosts. نيماتودا requires one host، تحتاج إلى مضيف واحد ما عدا except filarial worms، ما عدا الفلاريال worms اللي تحتاج two hosts. هاي المقارنة جدا مهمه. هسه هنتكلم على اول كلاس اللي هو تيب ورم. تيب ورم اللي هي الديدان الشريطيه سموها سيستودا، هذا كلاس اسمه سيستودا اي الديدان الشريطيه. سيستودا سيستودز ار مالتي سيجمنتد فلاتن تيب لايك ورمز، هو عباره عن ديدان شريطيه مسطحه ومقطعه قطع هواي. سايز فاري فروم فيو مليمترز تو سيفرال مترز، والحجم مالته يختلف من صغيره جدا اي مسافه مليمترز الى كبيره جدا عده امتار. The adult forms are found in the small intestines of the humans، والادلت مالته اي الدوده الناضجه موجوده تنوجد
بالإنسان أو بالأمعاء الإنسان، أمعاء الإنسان. هسه الأدلت ووم شلون حتكون أو شكلها شلون حيصير؟ الدودة البالغة تتكون من 3 parts، ثلاث أجزاء. أول واحد اسمه الهيد أي scolex، هاي مصطلحات جدا مهمة، scolex يعني head. neck اللي هي العنق، الترانك اللي هي استروبيلا، يسموها استروبيلا، ترانك يعني جسم، استروبيلا. هسه الهيد، الهيد اللي هو الرأس أي scolex، it is the organ of attachment to the intestinal mucosa or the definitive host. الهيد هنا حيعتبر هو وسيلة وعضو للالتصاق بالجدار المخاطي الموجود بالأمعاء. neck الرقبة، it is the part immediately behind the head and it is the region of growth from where the segments of the body are being generated continuously. النك هو شلون العنق مال الإنسان، أيضا هو يجي بعد الهيد بعد الرأس، ويرتبط أيضا بيش بالاستروبيلا، يرتبط بالسيجمنتس بالقطع مال الجسم. الترانك أي الاستروبيلا، استروبيلا هي عبارة عن شنو؟ It is composed of chain of proglotides or segments. الترانك أو استروبيلا قلنا هو الجسم، جسم الدودة، يتكون من شنو؟ يتكون من بروغلوتايدز أو سيجمنتس. بروغلوتايدز هتتكرر عليكم بالدروس الجاية هواي، يعني قطع. بروغلوتايدز يعني قطع، هي نفسها سيجمنتس. هي يتكون من شنو؟ يتكون من سلسلة من القطع أو سلسلة من البروغلوتايدز. The bruglotides near the neck are a young immature segments. القطع أو البروغلوتايدز القريبة من النك، قريبة من العنق، من العنق تعتبر immature، غير ناضجة. بعدها تيجي شنو؟ mature segments. بعدها تيجي القطع الناضجة. وآخر شيء تيجي graphic segments. آخر قطعة بالستروبيلا هي تعتبر الجرافيت. graphic segments هي نفسها القطع اللي حيصير بيها البيوت. tapeworms are monoecious. هي تعتبر شنو؟ تعتبر monoecious، أحادية الجنس. زي ما ذكرنا سابقاً المونيشيوس اللي هي السكس أورغانز، الفيميل أند ميل أورغانز are present in one organism، موجودة بعضو واحد أو موجودة بجسم واحد. الأعضاء التكاثرية، الأعضاء التناسلية أنثوية وذكرية موجودة بجسم واحد، هذا السبب سموها monoecious. tapeworm do not have a body cavity or alimentary canal، مثل ما ذكرنا سابقا أنه tapeworm أو السيستودا ما تحتوي على تجاويف البدي والالمنتري كانال. تلاحظون هنا هذا السيستودا أو tapeworm، هاي دودة شريطية هيك تصير، تحتوي على رأس head أو scolex، تحتوي بعدين على neck، هذا النك، هذا العنق. بعدين تبدي شنو؟ البروغلوتايدز، تبدي البروغلوتايدز اللي هي segment، هاي القطع مالتها. هاي هنا السي تعتبر الماتشور سيجمنتس، القطع الناضجة. والدي هنا جرافيت، جرافيت اللي هي قلنا آخر قطعة وتحتوي على البيوت. هاي هنا فول اوف ايجز. هنا تنتهي الدرس مالتنا. الدرس الجاي بدي ناخذ ان شاء الله الديدان الطفيلية اللي تصيب الانسان. واول الديدان هي التينيا. التينيا اللي هي الديدان الشريطية، وديدة شريطية تصيب الأمعاء. شكرا جزيلا والى اللقاء.